هل المرأة تأثم إذا خرجت من بيت زوجها؟ هل المرأة تأثم إذا خرجت من بيت زوجها إذا طلقها طلاقا غير بائن؟ وهل يجوز لها أن تحتجب عنه؟ وهل تنام معه على فراش واحد؟ نعم، إذا خرجت هي باختيارها، الحق لها، إذا خرجت هي باختيارها فلا مانع، لأنها تركت حقها، وله أن يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها. نعم. يقول أيضا: وهل أهلها يأثمون إذا استقبلوها في أثناء العدة؟ لا، ما يأثمون، يطردون بنتهم، ما يأثمون، يستقبلونها. نعم.